من الفقرة الأسبوعية اليوم يوم السبت فقرة تويتر. تعرفون أن تويتر هو أصبح بالتأكيد أحد مصادر الأخبار في الرياضة السعودية وأحد الساحات المهمة للنقاشات القضايا، وربما يكون أيضا صاحب قرار أحيانا في بعض القضايا. لذلك هذه الفقرة نخصصها كل يوم سبت كما بدأناها من أسبوعين ل يعني رصد التغريدات المسؤولين في الرياضة السعودية. معاذ الحميدي. تحدث الأستاذ أحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي لكرة القدم المتحدث الرسمي للاتحاد مغردا على تويتر عن حقيقة الإعلامي الرياضي، حيث قال: إذا أردت أن تعرف حقيقة الإعلامي الرياضي عليك أن تتابع ما يكتب عند هزيمة فريقه وليس عند الانتصار. تفاعل المغردون مع ما ذكره الأستاذ أحمد وجاءت الردود كالتالي: صح وربي، كثير من الإعلاميين تبين شخصيتهم الحقيقية بعد خسارة فريقهم، ومن خلال كتاباته تقدر تستنتج إذا هو إعلامي حقيقي أو مزيف. الإعلامي الرياضي الذي يطالب بالتجديد وضخ دماء شابة هو أيضا يحتاج لتجديد أكثر. الإعلاميون منذ تأسيس المملكة وهم بين البرامج يتنقلون. ظهر الأستاذ أحمد الراشد المشرف العام على كرة القدم بنادي الفتح مغردا عن سوء أرضية ملعب نادي الفتح، ومحملا في ذات الوقت لجنة المسابقات سوء أرضية الملعب، حيث قال: تعرض أكثر من لاعب للإصابة وآخرها ربيع سفياني، وذلك لسوء أرضية ملعبنا، شكرا للجنة المسابقات نقلت جميع مباريات المحافظة على ملعبنا. وأضاف أحمد الراشد: عندما طلبنا بنقل المباريات الغير جماهيرية في الدوري على ملعبنا تم الرفض بشدة، والآن تنقل جميع مباريات المحافظة على ملعبنا. عجبي. عبد الله الحافظ المحترف السعودي في نادي يونياو ليريا البرتغالي ذكر من خلال تغريدة موقفا إيجابي حدث له مع مدرب الفريق، حيث قال: مساء الخير على الجميع، موقف حصل لي مع المدرب في تمرين اليوم. التمرين صادف وقت أذان العصر فسمح لي بالتأخر لخمس دقائق للصلاة، قمة الاحترام. طرح الأستاذ أحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء بالاتحاد السعودي لكرة القدم المتحدث الرسمي للاتحاد فكرة مسابقة تغريدة التسامح الرياضي من خلال تويتر، حيث قال: أكتب تغريدة تحث على التسامح في وسطنا الرياضي، وأشترك في المسابقة لاختيار أجملها، مسابقة تغريدة للتسامح الرياضي. وبدأ الأستاذ أحمد أولى تغريدات التسامح الرياضي بتغريدة جاء فيها: في الوسط الرياضي نحن معا في مركب واحد، لو منا إلى جهة واحدة غرق المركب، الوسط سيد الأمكنة، تغريدة للتسامح الرياضي. هذا رصد لتغريدات المنتسبين للوسط الرياضي سواء كلاعبين ولا مسؤولين. التقط ما شئت أبو أحمد وعلق إذا حبيت قبل أن نذهب إلى الفقرة التالية. والله عجبتني تغريدة أحمد صادق دياب وتغريدة لاعبنا المحترف عبد الحافظ. عبد الحافظ تغريدة أحمد صادق دياب اللي يتكلم فيها عن تعرف الإعلامي من خلال هزيمة فريقه، شوفها من بكرة إذا كتب عند الهزيمة. وعبد الله الحافظ إنه شوف الثقافة اللي برا، يعني في يقول لك بعض إحنا عندنا وما عندنا، يا أخي نتعلم عن الشيء الطيب، شوف كيف نتعامل مع الآخر. أبو نايف. طبعا أحمد صادق دياب أنا أعتقد إنه من أكبر المكاسب الإعلامية في الوسط الرياضي. هو طبعا تاريخ كبير جدا في الصحافة والإعلام وخاصة الأدبي والشعري. أيضا تغريدة اللاعب كانت مرة جميلة ورائعة وتدل على مثال الشاب السعودي اللي يمثل وطنه، يعني خير تمثيل خارج. أتمنى له التوفيق إن شاء الله. يعني في أحد ما أدري ولا حديث ولا لا، فما حقولها. لا طيب خاف ما تطرح حديث. طيب ما في مشكلة.